علاش البلاد هذه مش محتاجه لزعيم واحد تو، يمكن في 2014 بيد في الانتخاب في المده المقبله 2019 البلاد محتاجه فريق مش لزعيم، والفريق محتاج لخمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره من الناس الكلهم زعماء بيخدموا من بعضهم. شوف الحركه الوطنيه التونسيه قالت كيف فيها زعماء وقدش من زعيم مع تحياته معناها باش احنا تحرت البلاد وحتى من بعد رغم اللي كان ثم زعيم تاريخي حبيب بورقيبه، لكن شوف الناس اللي موحدين به معناها قداش كانوا معناها زعماء وزعماء كبار وكانوا شخصيات.